أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدم لكم عصير الجزر. عندنا الجزر والليمون، هاني عصرت لهنا حبة واحدة تاع ليمون وكمية من السكر. هاول هنا كسكس نقطعوا فيه الجزر، الحين نفوروه باش يعود أرطب، باش كي نديروا العصير يعود الجزر أرطب، ما يعودش حرش، وكي يفور ويطيب نرجع لكم ان شاء الله نكملوا معاكم عصير الجزر. هاو بعد ما فار هاو، وجبنا الماء بارد، هذا الطاس درت فيه 3 كيسان ماء بارد، توضعي فيه الجزر، حطوا الجزر نفور الجزر، كي فورنا خليناه يبرد شويه برك، يعني باش ما يعودش سخون. نحطوه لهنا في الطاس، العصير تاع الحبه القارص هانا كبوه لهنا، نزيدو نديرو السكر هذو 6 ملاعق صغار. تحبي السكر زيدي السكر، ما تحبيش السكر ديري شويه سكر برك، السكر حسب الذوق. ونرحوه دوكا، نسربوا العصير بعد ما خلطناه، ودوكا نصبوه في الكيسان. هنا كبينا في الكيسان، وهذا العصير الجزر راه مفيد جدا جدا جدا. اذا حبيتي الطعم الحلو ديري العسل، ديروا له العسل، واللي ما عنده حاجه في الطعم الحلو يشربوا بدون سكر بدون عسل، يعني يعود مريض، واللي يعود لاباس عليه يدير السكر يدير العسل يدير كيما يحب. وهذا المشروب يتقدم بارد، مالا نديروا له حنا شويه لا كلاص، نديروا له شويه ثلج، ها نديروا حبتين او ثلاثه، مشروب بارد منعش. جربوه وان شاء الله يعجبكم، تشربوا بالصحة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.